طيب إن شاء الله الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت واضح، فنبدأ محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله. سنتكلم اليوم عن فريق إدارة الأزمة، فريق إدارة الأزمة، سنبدأ الحديث إن شاء الله. طبعاً أي منظمة الآن ناجحة هي منظمة تريد أن تكون مستعدة للأزمات بشكل عام، وعملية الاستعداد لهذه الأزمات يجب أن يكون من خلال توفر فريق متخصص للأزمات. يكون هذا الفريق مدرج على الهيكل التنظيمي، وهذا من الأساسيات التي يجب أن تعمل فيها الأزمة أو المنظمة، بحيث تكون مستعدة لهذه الأزمات في أي وقت. وهذا الفريق مكلف بالحد من الأزمات ومعالجتها، والحد أيضا من خطورتها المستقبلية. طبعا يعني من الضروري أن يتبع هذا الفريق خطوات وقواعد أساسية، بحيث أنه دائما يكون يلتزم بأخلاق معينة، بصفات معينة، بواجبات معينة ومهام معينة، ودائما يأخذ بعين الاعتبار المبادرة بتنفيذ الحلول الملائمة والمناسبة للمنظمة، ويعني يحاول أن يقدم أهداف الفريق على أهدافه الشخصية. أيضا من النقاط الهامة جدا أن يكون هذا الفريق على تنسيق كامل بين الأعضاء المختلفين، بحيث أن يكون هناك قائد لهذا الفريق، وأيضا يعني الأعضاء هناك تفاهم كبير بيناتهم، بحيث دائما يكون في الاجتماعات الرئيسية المشاركة الفاعلية في هذا الفريق، دائما يحاولوا أنه يعني محاولة معرفة أي يعني مشاكل قد تكون مستقبلية، ويكون هناك المرونة الكاملة الموجودة عندهم للتعاطي مع هذه الأزمة. أيضا من الصفات الشخصية المحكي فيها دائما أن تتركز عند أصحاب الأزمة، اللي يكون دائما أو من أصحاب الفريق فريق الأزمة أن يكون عندهم دائما تحكم بالأعصاب، عدم الانفعال، محاولة يعني أن يجاري الأزمة، ويحاول دائما التضحية إذا لزم الأمر. أيضا من الأمور الأساسية اللي تكون موجودة في الأزمات أنه دائما يكون عندنا انتماء وولاء كبير للمنظمة، خصوصا من أعضاء هذا الفريق. لذلك نقول بأن هذا الولاء وهذا الانتماء هو شيء أساسي لأي شخص أو أي عضو من أعضاء الفريق. من الأساسيات المهمة جدا أن يكون هناك بأنه هذا الفريق يجب أن يحد من أي أخطار سلبية داخل المنظمة، وهؤلاء الأشخاص يكونوا قادرين على التحليل، قادرين على التتبع، قادرين على الرصد لأحداث هذه الأزمة، ويكونون أيضا عندهم القدرة المناسبة والملائمة للتخطيط لها بما يتناسب مع يعني الحلول الملائمة، نسميها السيناريوهات، بحيث يكونوا قادرين أيضا على وضع السيناريو الملائم واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فريق الأزمة الآن عند بنائه نحاول أن يعني قدر الإمكان أن نحاول تحديد المهارات، تحديد القدرات اللازمة، كيفية التعامل معها. اثنين، بدنا نضع بيئة ملائمة، يعني تكون يعني ملائمة لعمل هذا الفريق. ثم نقوم بعملية بنائه بالطريقة السليمة زي ما تكلمنا قبل قليل، حيث الصفات، اختيار الصفات او الاشخاص ذوي الصفات المناسبه. نحاول انه يكون هناك دعم وتدريب لافراد هذا الفريق في الازمه، محاوله يعني اداره يعني قدر الامكان ان يتعاملوا مع
ذات الوقت بالوقت المناسب. نحاول دائما انه يعني روح الفريق انه يكون موجود بين هذا الفريق او بين فريق الازمه من حيث الانشطه، المهام اللي نقوم فيها، التعاون بيناتهم في كل مرحله من مراحل الازمه. طبعا اي خلافات تكون موجوده بين اعضاء هذا الفريق نحاول انه لازم يكون الفريق النقطة الرئيسية يجب أن يكون هناك أيضا يعني روح إبداعية لدى فريق الأزمة، ويحاول دائما أن يعني ابتكار الإبداع، هناك تبني لهذا الموضوع. وأيضا فريق إدارة الأزمة التماسك بين الأعضاء، لأنه كثير من يعني المرحلة اللي بيمروا فيه هي أزمة بالدرجة الأولى، فالآن إذا كان الفريق هناك بينهم اي خلافات او مشاكل معينه قد تؤثر تاثير كبير على مجريات الازمه، لانه لن يستطيع ان يديروا الموضوع بالطريقه الصحيحه. لذلك التعاون مهم جدا بين الاعضاء المختلفين، وبالتالي من السهل في مثل هذه المراحل ان يتم اداره الازمه بالطريقه الصحيحه. طيب بدنا نلخص الان يعني موضوع فريق الأزمة، ونضع يعني في تلخيص إن شاء الله بسيط لهذا الموضوع بنقاط إذا كنتم جاهزين إن شاء الله. إذا رغبتم البدء نبدأ. العنوان الرئيسي فريق الأزمة هو فريق متخصص يجري تشكيله لإدارة الأزمات والتعامل مع أي أزمة جديدة. وفريق الأزمة يكون مدرجا على الهيكل التنظيمي للمنظمة. مشكلة بالصوت، صوت واضح. الصوت واضح يا سعد. شوف المشكلة عندهم، ما عندهم صوت الأخوات والأخوان، بقول الصوت واضح. شوفوا الباقي شو المشكلة عندكم، اللي مش طالع عندهم الصوت شوفوا شو المشكلة، بس بالكمبيوتر أو شيء. مرات في يعني فنيا بروح الصوت برد يرجع، مرات من يعني قد تكون مشكلة فنية بالنظام أو شيء من القبيل، لكن بشكل عام الصوت موجود يا أخواني. بروح يجي، ما أعرف شو المشكلة. الآن كويس خلاص إن شاء الله. إذن هو فريق متخصص، فريق الأزمة يجري تشكيله لإدارة الأزمات والتعامل مع أي أزمة جديدة. فريق الأزمة يكون مدرجا على الهيكل التنظيمي للمنظمة. أيضا فريق الأزمة أو فريق إدارة الأزمة مكلف من إدارة الأزمات لمعالجة الأزمة والحد من خطورتها وآثارها السلبية. إذا فريق الأزمة هو فريق متخصص يجري تشكيله لإدارة الأزمات والتعامل مع أي أزمة جديدة. ايضا يجب ان يكون النقطة الثانية، يجب ان يكون فريق الأزمة مدرجا على الهيكل التنظيمي للمنظمة. وفريق إدارة الأزمة يكلف
من إدارة الأزمات لمعالجة الأزمة والحد من خطورتها وأثارها السلبي. الآن عنوان قواعد أساسية لعضوية فريق إدارة الأزمة. قواعد أساسية لعضوية فريق إدارة الأزمة. 1- الالتزام بالأخلاق الحميدة. 2- تقديم أهداف الفريق على الأهداف الشخصية. 3- التعاون التام بين أعضاء الفريق. أربعة، المرونة في التعامل مع الأزمة. إذن قواعد أساسية لعضوية فريق إدارة الأزمة. 1- الالتزام بالأخلاق الحميدة. 2- تقديم أهداف الفريق على الأهداف الشخصية. 3- التعاون التام بين أعضاء الفريق. 4- المرونة في التعاون مع الأزمة. واضح إخواني؟ أخوات واضح؟ عنوان آشر فهد شعيب المرونة في التعامل مع الأزمة. الاعتياد يسميه المرونة في التعامل مع الأزمة. واضح فهد؟ عنوان أهم الصفات الشخصية لأعضاء فريق الأزمة. واحد، الانتماء والولاء التنظيمي للمنظمة. الانتماء والولاء التنظيمي للمنظمة. 2- عدم الانفعال وعدم التأثر العاطفي بمجريات الأزمة. 3- القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. إذن أهم الصفات الشخصية لأعضاء فريق الأزمة. 1- الانتماء والولاء التنظيمي للمنظمة. 2- عدم الانفعال وعدم التأثر العاطفي بمجريات الأزمة. 3- القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
الآن عنوان مراحل بناء فريق إدارة الأزمة. المرحلة الأولى تحديد المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع الأزمة. المرحلة الثانية توفير الإمكانيات المادية والمالية والبشرية اللازمة. المرحلة الثالثة تكوين واختيار أعضاء الفريق. المرحلة الرابعة تدريب فريق الأزمة، تدريب أفراد فريق الأزمة. بعيدهم إن شاء الله شوية وراء بعيدهم. الخامسة تحديد الوقت اللازم للتعامل مع الأزمة. الآن السادسة تماسك الفريق في كل مراحل الأزمة. واضح؟ هذه 6 خطوات لبناء الفريق أو فريق الأزمة. بنرد نعيدهم إن شاء الله مرة ثانية. مراحل بناء فريق إدارة الأزمة. المرحلة الأولى تحديد المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع الأزمة. المرحلة الثانية توفير الإمكانات المادية والمالية والبشرية اللازمة. المرحلة الثالثة تكوين واختيار أعضاء الفريق. المرحلة الرابعة تدريب أفراد فريق الأزمة. المرحلة الخامسة تحديد الوقت اللازم للتعامل مع الأزمة. والسادسة تماسك الفريق في كل مرحلة من مراحل الأزمة. واضح؟ في أي سؤال؟ طيب الآن سنتحدث عن موضوع متعلق بمجتمع الأزمة بشكل عام. تعلمون جميعا بأنه الأزمات الآن هناك فيها دائما فئة قد تكون داعمة لهذه الأزمة أو صانعة للأزمة، وفئات قد تكون سلبية وتتهرب من الأزمة بشكل عام، وتكون هناك أيضا فئات قد تكون إيجابية في الدفاع عن الأزمة. لذلك نستطيع أن نقول
اي ازمه موجود الان في اي منظمه، هناك فئه قد تدافع عن ما هو موجود حاليا، قد تكون الازمه سببها انها تريد اجراء تغييرات جذريه في المنظمه بهدف الاصلاح، وليس دائما الازمه انها عكسيه على المنظمه. لكن المدير او القاده قد يكون القائد في المنظمه لا يرغب بهذه التغييرات. على سبيل المثال قد تكون سبب الازمه طلب زياده الرواتب للموظفين. اذا الازمات مش انه دائما انه هي سلبيه والفئه الصانعه للازمه هم اشخاص سلبيين. احيانا الازمه تصنع بهدف الاصلاح او التغيير، او على الاقل الاشخاص اللي بيكونوا يعني اوجدوا هذه الازمه او بسببهم وجدت هذه الازمه يكونوا داخل المنظمه وهدفهم الحصول على مكاسب معينه او ان هناك يشعروا بظلم معين. والاداره ترى بانه لا يستحق هذا الشيء. اذا ليس معنى ان الفئه الايجابيه التي تقف في وجه الازمه انها هذه فئه ايجابيه بالنظر الى الازمه ككل، اذا كانت الازمه اصلا سبب وجودها لاصلاح شيء خاطئ. لكن بنظر الاداره هذه الفئه هي ايجابيه، واضح؟ وبنفس الوقت ليس الفئه الصانعه للازمه يعني او يعني هي فئه شرانيه او فئه لا تريد الخير للمنظمه. احتماليه احيانا في هناك احتماليه ان تكون هذه الفئه هي الفئه التي تكون على حق وهي التي ترغب فعليا في اجراء التغييرات اللازمه في المنظمه، ولا يوجد اي سبب اخر يعني للمصالح لها. اذا هي فئه صادقه وبالرغم انها نسميها سلبيه او صانع الازمه، لكن فعليا هم اشخاص يريدوا حقوق معينه لهم في المنظمه. اسباب الازمات قد تكون كثيره في المنظمات من الواقع الموجود في حياتنا العملية، لكن بشكل عام يجب علينا أن نفكر في الأزمة وما هي الأسباب اللي ممكن أن تكون هي لها. قد تكون هناك أسباب بشكل عام سياسية، وقد تكون هناك أسباب تنظيمية، وقد تكون هناك أسباب بشكل عام يعني بيئية إلى آخره. الأسباب كثيرة، البيئة الخارجية تؤثر في المنظمة، البيئة الداخلية لها تأثير أيضا في المنظمة، والبيئة الخاصة من منافسين، مساهمين إلى آخره، لهم أيضا تأثير على المنظمة. إذا الأسباب عديدة للأزمات، ولكن الإدارة القوية هي الإدارة القادرة على استيعاب هذه الأزمات، الإدارة القادرة على التعامل مع المشكلات، عدم تكبير الامور، تصغيرها، محاوله حل الازمه في بدايتها. هناك يعني طرق معينه ايضا في بعض الادارات مثل ما حكينا الاداره بالازمات، اي تسعى الاداره الى ايجاد الازمه لحل مشكله معينه احيانا او للتغطيه على مشكله معينه قد يعني تكون ظاهره في المنظمه. يعني يحاول ان يبعد المدير احيانا الانظار والمشكلات الحقيقيه الموجوده في المنظمه، اي توليد نسميها توليد الضغوط الازمويه. هدفنا من هذا التوليد هو ضغط يعني جني المكاسب. راح نتحدث عنها الاداره في الازمات في المحاضره القادمه. اليوم ان شاء الله راح نكتفي في مجتمع الازمه، ويعني نتكلم عن أسباب الأزمات في المحاضرة أيضا إن شاء الله القادمة. كمجتمع الأزمات بشكل عام نستطيع أن نقسم هذا المجتمع إلى ثلاث فئات، وهي الفئة السلبية والفئة الصانعة الأزمة والفئة الإيجابية. لكن ليس معنى كلمة الصانع الأزمة بأنها الفئة الدائمة للأزمة زي ما تكلمت في البداية، بأنها يعني بالرغم أنها مؤيدة ومناصرة للأزمة ان هذه الفئه يعني او القوى التي صنعت الازمه انها فئه شرانيه، لكن نستطيع ان نقول بان هذه الفئه قد تكون على حق والاداره هي التي ليست على حق.
ولذلك تحاول الحصول على مكاسب معينة. في أي سؤال؟ نلخص بشكل سريع إن شاء الله. مجتمع الأزمة، مجتمع الأزمة إن شاء الله راح نلخصه الآن. العنوان الرئيسي مجتمع الأزمة. واحد، الفئة الإيجابية، خصائصها، ألف تقف في وجه قوى الأزمة، ب تحاول الخروج من الأزمة بنجاح، تحاول الخروج من الأزمة بنجاح. إذا هذه الفئة الأولى هي الفئة الإيجابية. إذن ألف تقف في وجه الأزمة، باء تحاول الخروج من الأزمة بنجاح. الفئة الثانية هي الفئة السلبية، خصائصها ألف هي فئة انهزامية، ف سرعان ما تصاب باليأس والإحباط عند وقوع الأزمة، ج تتحول إلى أبواق تروج لآثار الأزمة وانعكاساتها، ودال تبعث اليأس في النفوس. إذا الفئة السلبية خصائصها هي فئة انهزامية، ألف باء سرعان ما تصاب باليأس والإحباط عند وقوع الأزمة، جيم تتحول إلى أبواق تروج لآثار وانعكاسات الأزمة، دال تبعث اليأس في النفوس. الفئة الصانعة للأزمة، خصائصها ألف هي الفئة الداعمة للأزمة، باء تزداد قوتها كلما كانت متناسقة ومتجانسة وغير متباعدة. إذن الفئة الصانعة للأزمة خصائصها ألف تعتبر، هذه الفئة هي الفئة الداعمة للأزمة، خصائصها ألف تعتبر هذه الفئة هي الفئة الداعمة للأزمة، باء تزداد قوتها كلما كانت متناسقة ومتجانسة وغير متباعدة. هيك بننتهي اليوم إن شاء الله، وفي المحاضرة القادمة راح نكمل إن شاء الله عند أسباب الأزمات. وراح ناخذ يعني اسباب الازمات بشكل عام، سياسيه قانونيه، وناخذ ايضا موضوع الاداره بالازمات ومراحل صنع الازمه المفتعله، ويعني ضخم ان شاء الله الازمات الخفيفه والدوريه وغيرها من الانواع بعون الله. في اي سؤال؟
فبدي انوه اخواني اخواتي، انا الان يعني استغرب لحد هذه اللحظه انه هناك الكثير من الطلاب يستفسروا عن الملخص. يعني للاسف حتى هذه اللحظه بعض الطلبه بيرجعوا على ملخصات سابقه من موجوده في المنتديات او موجوده في المكتبات، مش عارف شو الجهه اللي بيجيبوا منها، وبيعتمد على هذه الملخصات. ونوهت اكثر من مره في المنتديات وفي الكلام المباشر في المحاضرات انه عدم الاعتماد على اي ملخصات سابقه. بستغرب انه في نهايه يعني كانوا يفاجئوني في نهايه الفصل بعد ما ننتهي من المحاضرات، وتكونوا زملائكم ما قصروا، يعني بعض الاخوات الان والاخوان بينزلوا لباقي الزملاء الملخص كامل، عارف ما بيحضروش المحاضره لكن انتم قاعدين تتعبوا وبتنزلوا محاضرات لهم على المنتدى، ومع هيك اخر الفصل بلجا بروح على احدى المكتبات في الرياض، انا مش عارف اي جهه بروح عليها، لكن يحضر تلخيص كامل وشامل بعتبره للمقرر، وبصير انه وراه يكتب هذا الملخص وكذا، وبعد الاختبار ما لقيت شيء يعني، او انه من خارج الملخص جايبه دكتور كذا. وانا منوه بالمنتدى والاخوات منزلين يعني موجود يعني ملخص شامل ان شاء الله لغايه الاختبارات. فارجو من يعني هي الاخت شعاع الان قاعده بتنزل لكم، اتوقع زميلات من الزملاء الثانيين قاعدين بينزلوا لكم ملخص شامل. طيب ليش لا تلجا انت للملخص الاخر؟ فانا نوهت في المنتدى ان شاء الله انه يعني لو بفتح المنتدى اتوقع انه ما عنده مشكله، لكن يظهر انه ما بتطلع. يعني هذه النقطه انه ما بتطلع نهائيا. ما قصرت الاخت زميلتكم اللي قاعده تنزل، الله يعطيها العافيه. ونتمنى ان شاء الله يكون يعني في ايضا واحد يدقق يتاكد من المحاضرات بعد سماعها، بحيث يكون هناك واحد يلخص واحد يدقق لا يتقع في اي خطا. الله يعطيكم العافيه جميعا، ونلتقي بعون الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. في نقطه اخرى انه احتماليه تصير المحاضرات بعد يعني اتوقع مش الاسبوع القادم، بيجي الاسبوع الذي يلي ببلغ على المنتدى اللي هو يوم الثلاثاء، وايضا لا ننسى موعدنا يوم الاربعاء من الساعه 8 للساعه 8:45 دقيقه. فحين نرجع على ايضا بدل المحاضره محاضرتين في الاسبوع. بس لكن عمادي هي التي تبلغنا متى نبدا بالمحاضرتين. الان يعني رغبتهم ان تكون محاضره واحده خلال هذا الاسبوع، اتوقع الاسبوع القادم ما في، لا بكره لا. لكن الاسبوع الجاي اذا في راح ابلغكم على المنتدى انه بدل المحاضره محاضرتين. يعطيكم العافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي يوم الثلاثاء القادم. السلام عليكم.